بتمويل من جمعية الرعاية الإسلامية بدولة الكويت دشنا بمدينة تعز مخيما طبيا مجانيا لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، والذي تنفذه مؤسسة رسالة لتنمية المرأة. مزيدا من التفاصيل في تقرير الذي أعدته الزميلة ناعم خالد. دشنا مدير عام مكتب الصحة والسكان بتعز الدكتور راجح المليكي ومدير مستشفى التعاون بتعز الدكتور حبيب بقاش مشروع مخيم الرعاية الإسلامية الطبي الجراحي المجاني لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسة، والذي يستهدف 100 امرأة ورجل في مديرية الصالة والقاهرة والمظفر. ينفذ المخيم مؤسسة رسالة لتنمية المرأة وبدعم من جمعية الرعاية الإسلامية دولة الكويت، والذي جاء كاحتياج للأسر الأشد فقرا وخصوصا الأرامل والمطلقات والرجال المسنين. طبعا اليوم ندشن نوع من أنواع الأعمال المشتركة بين القطاع الصحي ومنظمة المجتمع المدني في مستشفى التعاون العام في محافظة تعز. مخيم العيون يستهدف حوالي 100 حالة بعملية إزالة المياه البيضاء. هذا المخيم ينفذ بالتعاون بين مكتب الصحة ومؤسسة رسالتي بدعم من جمعية الرعاية الإسلامية الكويتية الكويت بجانبكم. بكل مصداقية نتكلم أن شعار الكويت بجانبكم تحقق في القطاع الصحي في محافظة تعز وفي عموم المحافظات اليمنية. ما يقدم من الأشقاء في دولة الكويت دولة وحكومة ومنظمة مجتمع مدني لا يكاد يخفى على أحد من دعم متناهي، وبالذات في القطاع الصحي. إن شاء الله في الأيام القادمة ستشهد أيضا افتتاح بعض المخيمات وبعض الأعمال المشتركة ما بيننا وبين مؤسسة رسالتي في كثير من المديريات القادمة. تدشين الجميل لعمليات زراعة العدسة وإزالة المياه البيضاء للمرضى، والسعادة الكبرى أن المرضى يكاد يكونون جميعا لا يستطيعون أن يدفعوا ولا شيء من تكاليف العملية، فهذا شيء جيد. نشكر رسالتي بعملها الجاد والاسم الجميل رسالتي، كل واحد ينطق كلمة رسالتي. الجانب الثاني أنه نشكر شكر كبير أيضا للجمعية الإسلامية رعاية الإسلامية الكويت، والتي قامت بهذه المساعدة لعمل هذه العمليات. هذا شيء نشكر لإخواني في الكويت واهتمامهم بإخوانهم اليمنيين البيضاء. نحن اليوم ندشن ونفتتح العمليات الجراحية لمشروع مخيم الرعاية الإسلامية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسة تعز اليمن، الممول من جمعية الرعاية الإسلامية بتنفيذ مؤسسة رسالتي لتنمية المرأة بالتعاون مع مستشفى التعاون. المشروع تم فيه مرحلة التسجيل لمدة 3 أيام، تم استقبال 606 حالة مرضية وتم تشخيصها. الحالات المرضية التي تحتاج إلى عملية مياه بيضاء 115 حالة، نحن الآن بصدد تنفيذ 100 عملية ل 100 حالة مرضية. 461 حالة مرضية تم تشخيصها وعمل قاعدة بيانات بالتشخيص اللازم لكل حالة. تعز تعاني الحرب والحصار والاحتياج، وأيضا هناك أمراض مستعصية تحتاج الاهتمام والرعاية، واليوم مؤسسة رسالة للتنمية بتعاون كويتي تبدأ بعمليات لهؤلاء المحتاجين، ولكن نحتاج الأكثر من جميع المنظمات والمؤسسات. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز.